بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحانه. مرحبا بكم في لقاء جديد في برنامج أنين مسحورين، وإحنا اتعودنا نسمع أنين. أنين صوت بيجسد زي ما قلت لكم، صوت داخلي بيعبر عن الألم والحزن والهم والضيق والقدر وقلة الشكوى إلا لله، قلة الشكوى إلا لله. عارفين لما أقعد أقول يعني توجع، عارفين لما أقول يا رب بس ما بقولهاش بطمأنينة، بقولها شكوى يا رب. سمعنا الصوت ده كتير جدا، لما اسمع حد بيتأوى والله يتأوى، والله من مرض لا يعلم سره الا الله عز وجل، من دين علي مش عارف يسده، الدين مزلة بالليل مزلة بالنهار وحسرة بالليل، يقعد كده يتحسر بالليل، من سحر مش عارف يبطله، من زوجة قهرته، من ولد عاتي عاق، من ضلالة في الأمر. فأنا بقول لك إن إحنا فعلا محتاجين نستمع لهذا الصوت، لأنه بيعبر عن داخل كل واحد فينا، صوت حقيقي ربما يعني اتعمل في صورة مجسد صوتي إلى أنه موجود، والله موجود تجسيد صوتي موجود فينا وفيك. فما المخرج وأين المفر؟ ففروا إلى الله، ففروا، ده ربنا اللي بيقول في القرآن، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لازم أن يكون الفرار إلى الله عز وجل منطوقه هو التوجه إلى الله عز وجل، ليس لي ملجأ سواه، اللهم لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، ما فيش منجى من الله ولا ملجأ غير الله عز وجل ألجأ له، وما فيش حد ينجيني غيره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بدل ما تقول قول الله، هتضيف بس لام، هتضيف ألف ولام ولام. حينما تتجدد هذه النداءات، الله، أنت كده كده بتقول كده، لا تتوجع، قل الله 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 أكبر، والله العظيم كأنما تناجي حبيبك، كأنما تناجي من هو أعلم بك، طبيب قبل أن تذهب إلى الأطباء، سامعك قبل أن تسمع أحد صوتك، هو سامعك والله من غير ما تتكلم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأنت مضطر قبل ما تدعوه هو عارف اضطرارك، هو عارف اضطرارك. لو أنت في البحر وهاجت الريح، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح بشرى، بشرى بيرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته. هنا لازم أن يكون لك وقفة مع الله عز وجل تناجي فيها ربك، تناجي فيها ربك وترجع إلى ربنا عز وجل. سبحان الملك، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ ربنا بيقول لكم في القرآن، أنا اللي ببعث لكم البشارة، والله العظيم ينجي ويسمعك ويشفيك قبل أن تقوم من مقامك، يبطل السحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يا الله، يعني يا رب الموضوع سهل؟ والله. طب ضروني ليه؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هم ضروك بإذنه، ولكن الإبطال بإذنه في التوقيت اللي هو يريده بإذنه إذا قلت يا الله. عشان كده بقول لك إن قضايا السحر ما تهمنيش بقدر ما يهمني
عامل العودة إلى الله، إحنا بعدنا عنه، وعشان كده بينزل علينا البلايا والأوجاع والأمراض والأوباء والطاعون عشان نرجع له. اوعى تفكر كورونا ده جاي وباء كده، لا، اوعى تفكر ان كورونا ربنا عاجز انه يرفعه، ابدا قادر انه يرفعه دلوقتي، ولكن يؤخره حتى تعلموا ان القادر هو الله، وان الشافي هو الله، وان المانع هو الله، وان العاطي هو الله، وان القوي هو الله، وان المقتدر هو الله، وان السامع البصير هو الله. والله العظيم هي دي المعلومه. فعشان كده انتم في الجائحه الاولى مشيتوا على سطر وسبتوا سطر، لما جت الجائحه المره الثانيه لازم ننتبه. بننتبه انه لا اله الا الله، ننتبه انه لا اله الا الله. يا ترى عدنا الى الله؟ يا ترى جددنا الايمان؟ يا ترى عرفنا ان كل شيء بيد الله عز وجل، مقادير الامور كلها بيد الله تبارك وتعالى؟ يا ترى هنقف واقفه مع النفس؟ يا ترى هنمنع النفس عن الهوى؟ ها، هنمنع النفس عن الهوى؟ هنمنع نلجا للدجالين والمشعوذين والعرافين؟ هنمنع ندي اسمنا واسم امنا في التليفونات؟ هتمنع الاخت تدي اسمها واسم واحد تقول له انا عايزك تجيب لي الراجل ده او الشاب ده عايز اتجوزه؟ فين كرامتك؟ فين انسانيتك؟ فين عقلك لما واحد يتجوزك وهو مغيب؟ يعني مش مجوزك لشخصك، هل ده زواج؟ زواج باطل. ما بني على سحر فهو باطل. اي شراكه على سحر مالها حرام، لو انت شاركت واحد بسحر هذا المال لن تربح فيه ابدا. تزوجت واحد بسحر هذا الزواج لن يدوم ابدا. اوعى تجلب حد بسحر قلب الحبيب ورد المطلقه والكلام الفاضي اللي بنسمعه ده، ولكن هذه الامور قد تتم بيد الله جل وعلا. لو الانسان استقام مع ربنا، الاخت الكريمه اللي عايزه شاب يتجوزها، طب قرب بس ربنا وقول له يا مقلب القلوب ثبت قلب فلان على حبي، هو سامع الشكوى والدعاء. مش عيب، مش عيب ان انا اقول يا رب قرب لي فلان، مش عيب، هيقرب وهو اللي بيبعد. الراجل بيحب مراته وفجاه تدب المشاكل يبتعدوا عن بعض، بقدر الله عز وجل، بقدر الله، هو مقلب القلوب. قلوب العباد بين اصبعين من اصبع الرحمن يقلبها حيث يشاء، بالكر، بالحب، بالبعد، بالقرب. أما أنت فعليك الدعاء، أما أنت أختي الكريمة فعليك الدعاء. يبقى هنا المسحور والمسحورة، الممسوس والممسوسة، المعيون والمعيونة، المحسود والمحسودة، عليهم بالدعاء، التقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الدعاء. ثم طرق أبواب القرآن والسنة عند من يحمد فيهم هذا الأمر. يبقى أترك باب العلماء، هم يدلوني، هم علامات الطريق إلى الله عز وجل. حتى في الأدواء، في الأمراض، الحجامة اللي بيعملها مين؟ أهل العلم الشرعي، الرقى الشرعية أهل العلم الشرعي. وبعدين السحر احنا عرفناه تفصيلا من القرآن والسنة وإبطاله من القرآن والسنة. يبقى زي أنا أتصل بساحر وأقول له اسمه اسم أمي؟ هو النبي عمل كده؟ أبدا. هو النبي قال هاد اسمك واسم امك؟ ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج عن طريق الوحي، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوه. علمنا النبي كيف نستخرج الجنيه من الجسد. هو الجني في الجسم؟ والله رقيه النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن ابي العاص وقال اخرج عدو الله، اخسع عدو الله، انا رسول الله. النبي قال له اخرج، اخرج لمين؟ لجن جوه الجسم. الحديث عثمان ابن ابي العاص كان يشكو في صلاته بما صلى وكيف صلى، مش عارف بيصلي كم ركعة ولا بيصلي بإيه. فراح للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان ادني، اقترب، تعالى. اللي يقول لك عالجني في التليفون ازاي؟ ادني، تعالى، اقترب. ثم أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين رجليه وقال قولته اخرج عدو الله، اخسى عدو الله، أنا رسول الله. فقال عثمان فقمت من بين يدي رسول الله لا أشكو هذا الأمر أبدا صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت ممكن تجيب سواكة عندك لو زوجتك وهتضربها على دماغها تفتح دماغها تقول الشيخ قال كده؟ لا لا، ضرب بسيط، سبحان الله، بسم الله، أخرج عدو الله، اخسى عدو الله،
هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأب ممكن يجيب سواكة ويضرب على رأس الابن بالراحة كده، بسم الله، اخرج عدو الله، اخسى عدو الله، يقولها 3 مرات. اعملوها اعملوها سليم، اعمل الكلام ده. اشغلوا بيوتكم بذكر الله عز وجل، شغل صوت البقرة في البيت، جيب كوباية مية، دي اسمها تحصينات. لكن العلاج لابد أن تأتي ونقرأ ونخرج ونعمل حاجة اسمها تحصينة بزيت التحصين ومسك التحصين. طيب النهاردة احنا الحلقة اللي فاتت جبنا فيديو جميل جدا جدا بسحر في المية، وسحر الماء هو سحر الجنان اللي هو بيذهب الإنسان عقله أو يخرج المرأة عن شعورها أو يخلي البني آدم مش طايق بيته أو الزوجة تصرخ بطريق المجنون إلى أن تطلق، وبعد ما تطلق تقول والله أنا مش عارفة أنا عملت ليه كده. طيب كلما هاجت الأمواج كلما زاد الإنسان جنونا، وكلما هدأت الأمواج يقول لك أنا عملت ليه كده، أنا ما أعرفش عملت ليه كده. هذا السحر ربما يؤدي إلى حالة نفسية مميتة، إلى اكتئاب نفسي وإلى انطوائية وإلى عزلة، وربما يخلي الإنسان يفكر في الانتحار، لأنه ما بين الهيجان والهدوء يحصل حاجة اسمها ازدواج النفسي. هو مش عارف هو عايش ليه، هو راضي ولا مش راضي، هو مبسوط ولا حزين، هو هي متجوزة ولا مطلقة، هي في بيت زوجها أفضل ولا في بيت أبوها أفضل، هي عايشة ليه؟ فتأتي فكرة الانتحار. طيب النهاردة بقى جايبين فيديو برضو من المية، ولكن معمول في سمكة، سبحان الله. والأغرب إن سحر السمكة سحر منتشر، وأنا رأيته بعيني. كنت على بعض الشواطئ في على نهر النيل مع بعض الإخوة وقاعدين، وصياد جاء قال يا شيخ أنا شفت لقيت السمكة دي، وفتحت لقيت فيها عمل. فاستغربت، الراجل والله جاي فجأة وهو بينظف السمك من الشبكة، فقال لي السمكة دي لقيتها وطالع منها خيط، بشد الخيط لقيت العمل ده. معقول يا شيخ سيد في ناس وصلت للجرم انها تجيب سمكة صاحية وتحط بقى وترميها في المية تنزل السمكة، طول ما بتجري الانسان يسرع يجري يطفش، اه والله يطفش، مش قاعد في البيت، مش شايف بيته، ما بيباتش في بيته، دايما بره، دايما هاجج، دايما طفشان، طالب ما بيروحش مدرسته او ما بيروحش جامعته. هذا الامر انتشر في الاونه الاخيره، سحر السمكه. ويقول لك لازم ان يبطل عن طريق ان احنا نستخرج السمكه، هذا قول باهت، وهذا قول لا يجوز الاستناد عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر في بئر ذي اروان في الميه لم يستخرج النبي سحره حتى يبرأ. النبي ما استخرجش السحر، برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يستخرج السحر. وما استخرج النبي السحر إلا ليعلم الصحابة صدق الوحي، تعالوا أوريكم الوحي بعد ما صحي النبي، تعالوا أوريكم الوحي قال لي إيه؟ إن كان في سحر هنا. فأخرج النبي السحر إيمانا بما أنزل عليه، إيمانا، لكن النبي برأ قبل أن يذهب إلى بئر ذي أروان. فالناس اللي بتقول لك هتجيب السمكة منين؟ أنا بسأل السؤال ده، يا شيخ هتجيب السمكة منين؟ طب هتعمل إيه؟ طب هنجيب إيه؟ طيب هل السحر يبطل عن طريق السمكة أو هيبطل عن طريق القراءة؟ نقول إن إحنا بفضل الله تبارك وتعالى لابد من أولا استقامة، وقفة مع الله تبارك وتعالى، عودة إلى القرآن والسنة، وقفة مع النفس حتى نعود إلى الله جل وعلا. طيب الفيديو جاهز يا إخوانا؟ عايزين نرجع نشوف إن شاء الله الفيديو مع بعض. طيب هنجهز الفيديو إن شاء الله تبارك وتعالى في حين ما بنشرح دلوقتي كيف يفعل الأسحار، سواء سحر البحر أو سحر السمك أو سحر السفلي أو سحر المدفون في مقابر. يقف هذا الأمر عند مثلث السحر، ومثلث السحر له قوائم كتيرة جدا جدا جدا، وإحنا اتفقنا إن إحنا نتكلم بعلم مش بهرتلة، لا هكلمك بعلم السحرة بيعملوا السحر إزاي، وهكلمك بعلم القرآن والسنة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يبقى ما جئتم به السحر اللي هو علم السحرة، يقوم السحر على قوائم خمس، خمس قوائم اللي هي علم التبسيط وعلم التكسير وعلم الحرف وعلم العزائم، ها، وعلم اللي هو إيه اللي هو التمكين، بيمكن السحر من جسد
المريض ازاي؟ بالاسم واسم الام وتاريخ الميلاد. طب يعني ايه علم التبسيط؟ ويعني ايه علم التكسير؟ الساحر يبسط الحروف فجعلها ارقاما، ويكسر الحروف يعني يفصلها عن بعض، اللي هو علم التكسير. يكسر بقى الاسم، احمد يبقى الف لوحده، ح لوحده، ميم لوحده، ودال لوحده، واسم الام كذلك الامر. ثم يضع هذه الحروف المكسره في مربعات، سواء سداسيه او خماسيه او رباعيه، في مثلث او مسطح او مستطيل او مربع، ويقسم الحروف ويجعل لكل حرف، عندهم في علم السحر كل حرف له رقم. الالف عنده له رقم، والبه لها رقم، والحاء لها رقم. اه والله ده اسمه علمه الايه؟ علمه العزائم بقى، بفضل الله تبارك وتعالى. فيضع هذه الحروف ولها ارقام، ثم يقوم بعمليه جمع او طرح او قسم او ضرب، يضرب الحروف الارقام في بعضها فيخرج رقم واحد. هذا الرقم هو من يستدعي به الجن، زي ما انتم عارفين المساجين في الزنزانه رقم واحد، رقم 20، زنزانه رقم 30، كذلك الجن حبيس الساحر، الجن حبيس الساحر له رقم. حينما يقوم الساحر بالطاعة لإبليس أو للشيطان، فيسجد للشيطان أو يتبول على القرآن أو يتبول على القرآن أو يفعل أشياء مخالفة للشرع، يقوم إبليس يجند له بقى، كفر بالله. فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى ده ضرر مش نافع، الساحر بيضر نفسه. قرآن وسنة خلاص هربت منه، عقيدة وعلم هربت منه، دنيا ودين هربت منه، حياة وآخرة هربت منه. لكن لابد ان احنا نرجع الى الله عز وجل، ونطلع ان شاء الله للفيديو صورة بدون صوت ان شاء الله، نتفرج مع بعض ونشوف كيف تفعل التمائم، وكيف توضع على الورق في حروف وفي مكعبات، ويبدأ علت الأسحار وطلقت النساء وحرمت البنات من الزواج، وناس ماتت بمرض السحر. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلعت إلى القبور فرأيت أكثر ولا من العين والسحر، أكثر من يموت من أمة رسول الله بالعين والسحر. يلف على الأطباء ما يعرفش ليه دواء، أو والله ما يعرفش ليه دواء وهو مصاب بسحر. يلف الأخت تلف، يعني ممتازة من بيت كويس، جميلة، متعلمة، مثقفة، مفيش زواج. معطلات الأمور تكون بهذا الأمر الذي لا يعلم مصيره إلى الله عز وجل، والذي أتى الله تبارك وتعالى الإنسان فيه علما كي نفتن فيه، كي نفتن. بعد ما نفتن نعود إلى الله عز وجل، ونبدأ نجدد الإيمان، ونعلم أن قضاء الله حق، وأنه أنزل البلاء وأنزل الدواء. ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء. فتداووا عباد الله، السحر نازل بقدر الله فتنة. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله أكبر، يبقى نازلين فتنة، وربنا منزل الدواء، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. فلازم تعود إلى الله عز وجل بعقيدة، ولازم تجدد إيمانك، ولازم تعرف أن الشافي والعافي هو الله، ولازم تعرف أن السحر له قواعد، لابد أن تبطل بقواعد القرآن، لأن ربنا قال في القرآن إيه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان. يبقى الشياطين بتتلو تلاوة، تلاوة الشياطين لا يبطلها إلا تلاوة القرآن. ها، ورتل القرآن ترتيلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين المؤمنين المؤمنين. مش تجري تقول أنا ما بصليش يا عم الشيخ وعايز أتعالج، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله أكبر، يبقى شفاء ورحمة للمؤمنين، وربنا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الأجر الكبير، العفو الكبير، الرحمة الكبيرة من ربنا، الشفاء الكبير التام المتكامل، هو أنك أنت ترجع لربنا وتبقى مؤمن، وبعد كده تتلقى أدوية الرحمن المتنزلة من السماء اللي ربنا خلقك تستجيب ليها. إما كنتش مؤمن مش هتستجيب ليها، والله مش هتستجيب ليها. أدوية السماء، القرآن والسنة، الأشياء اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم: سبع تمرات عجوة، سورة البقرة، الرقية الشرعية، زيت الزيتون، ماء الورز، سبع. والله العظيم. فنعود لربنا سبحانه وتعالى ونمشي على نهج رسول الله حتى نبرأ. طيب احنا نفتح اتصالات لكل اللي عنده مشكلة ان شاء الله نعرضها ونجوب حولها،
كي نعلم ما هو السبب وكيفية معالجة السبب إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا أو قبل ما يجي لنا أول اتصال نعود إلى كيفية عمل السحر بالقوائم الخمس اللي قلت لك: علم العزائم، علم التنجيم، علم التبسيط، علم التكسير، علم الحرف. قلت لك إن العزيمة دي بتبقى آخر حاجة بعد ما يكسر الحروف ويجعلها أرقام ويجعلها في مربعات أو دورانات زي ما شفت الثلاث دورانات اللي كانت في السحر اللي خرج من السمكة الآن، يجعل لها اسما. اسم السحر بقى إيه؟ سحر بقى مدفون أو سحر مرشوش. ثم يسخر له جن برقم اللي هو عدد حروفك وحروف أمك، بيضربها أو يجمعها أو يقسمها يطلع الرقم الأساسي اللي يتعامل به. ثم تكون علم التنجيم ينجم. تنجيم اللي هو إيه؟ بيستخدم بخور معين فيضعه ثم يقول مثلا فلانة بنت فلانة بالجنان، هو ده اسمه التنجيم. ويضع أشياء يحبها الشيطان، فكلما استنشق الشيطان عطير هذا البخور يزداد طوعية، فينطلق إلى الإنسان اللي هو مقصود بالسحر فيدمره تدميرا، إما في نفسه وإما في ماله وإما في بيته وإما في عقيدته والله وإما في دينه. يقول لك بصلي. سيدنا عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله إني أصلي فلا أعلم بما صليت وكيف صليت. الله، ده صحابي كان إماما بالمسلمين وكان من حفظة الوحي اللي كانوا الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظ من رسول الله تلقائيا، وإذا به ينسى القرآن ولا يعلم بما صلى وكيف صلى، كم ركعة صلاها وبكم آية لا يعلم، حتى قال له النبي إدنه فدنه فأجلسه النبي ثم قال: أخرج عدو الله، اخس عدو الله، ده شيطان. ثم قال: يا عثمان ذاك شيطان، يا عثمان ذاك شيطان. شيطان؟ طب هو الشيطان يخش في الصحابة؟ أيوة. طب هو الواحد بيصلي ويسحر؟ أيوة. النبي سحر مرتين يا أخوانا، معقولة؟ والله سحر رسول الله في مشط ومشاطة في بئر ذي أروان بين مكة والمدينة سليم. فإذا كان رسول الله سحر أنت منتظر إيه؟ ها؟ يبقى ما تقوليش أصلا أنا بصلي، أو ما تقوليش أختي الكريمة أصلا أنا بصلي وملتزمة. السحر داء زي أي داء يتنزل على الإنسان، زي أي مرض له أسبابه وله أدويته المعروفة في القرآن والسنة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حينما نعود إلى الله جل وعلا تنكشف السرائر. إيه يعني إيه السرائر؟ يعني إيه اللي عندك؟ إيه اللي عندك؟ التوفيق يكون حليفك من الله جل وعلا حينما تجلس بين يد الراقي وهو واثق تماما بأن الشافي هو الله. إذا لم تتحقق الثقة عند الراقي أولا بأنه سبب ضعيف بين يدي الله يستخدمه الله جل وعلا للتخفيف عن عباده، لأن الراقي كداعية، يعني إحنا في الدعوة والرقية والبصيرة للناس نكون سببا، يعني يتسبب به للدلالة، بندلك إذا كنت أنت عايز دكتور نفساني أو عايز علاج طبي أو عايز علاج قرآني سليم. إذا كنت عايز ترجع إلى الله أنا كداعية أقول لك: أنت مقصر مع ربنا ليه؟ اركن العلاج على جنب، أنت مش عايز ترجع له ليه؟ ما أنت بكرة واقف من إيده، ما أنت بكرة هتسأل عن النفير والنقير والقليل والكثير والصغير والكبير، هترجع له إمتى؟ في القبر؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هترجع له إمتى؟ هتجدد إيمانك إمتى؟ هتوفي اللي عليك إمتى؟ هذه الحقوق اللي أنت عمال تشيلها في الدنيا، المظالم اللي أنت عمال تشيلها في الدنيا، بالله عليك مستني إمتى هتوفي الحقوق دي؟ هترد المظالم لأهلها إمتى؟ هناك تسلب سيء حسناتك حتى تنفذ، فإذا نفذت بقت السيئات. فيقول الله جل وعلا: إن لم يبقى من حسناته شيء فألقوا عليه من سيئات من ظلمهم. يجي المظلومين يقول لك: خد بقى سيئات على سيئاتي. فيحملوا أثقالا مع أثقالهم، يحملون أثقالا مع أثقالهم. هنجدد إيماننا إمتى بقى؟ ونرجع إلى الله إمتى؟ ونعرف أن الله حق، ونقف عند بوتقة الدعوة إلى الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لابد لنا من وقفة مع الله، ولابد لنا من رجعة، ولابد لنا من معرفة أن الأسباب مقدرة بمقادير الله جل وعلا، وأن المخرج منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن فتن فتن. وباء كورونا، اسحار سفليه علويه، قلب حبيب، رد مطلقه، ايه لحد فخلي بالنا من الكلام ده. نرجع للاتصال ان شاء الله لاختي هبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه هبه؟ تفضلي. بسم الله يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، عم حلمين صغيرين كده. تفضلي. حلمت كان انا واولاد اخواتي، اولاد اختي، في واحده، في ست بتجري ورانا، فعماله ادخل من بيت لبيت وهي عماله تجري ورانا، وانا مرعوبه وعماله اخبي فيهم كانها هي افضل العيال الصغيره يعني اللي معايا. نعم. وبعدين بعد شويه كاننا بنجري على طريق المقابر، بس بقى كان في اعزكم الله، كان في جاموس هو اللي بقى بيجي ورانا، جاموس ليه قرون كده. نعم. وعمال يجري ورانا وانا مرعوبه وعماله اجري واخبي فيهم وكده، وشويه كان في جاموسه بتجري ورا ابن اختي الصغير جوه المقابر، ان هي جريت ورا لوحده وخدته جوه المقابر كده. نعم. طيب هبه، انت بتصلي يا هبه؟ بأمان. انا يعني يا شيخ الصراحه لا، مش ملتزمه قوي. بالظبط كده. بص يا هبه، هذه رساله من الله جل وعلا، والرؤيا مبشره، والرؤيا من النبوه، ذهبت النبوه وبقيت المبشرات، والرؤيا جزء من 46 جزء من النبوه، هكذا قال النبي. يعني النبي خلاص راح صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت دلالات تدل على النبوه، وهي رساله من الله جل وعلا. الرؤيا الصالحه، حتى لو الانسان مش صالح، حتى لو الانسان بعيد عن ربنا، بيجي له رؤيا من ربنا بيقول له قرب لي، لان احنا في زمن الموت الفجاه، قرب لي لانه كله رايح للمقابر، وانت كنت رايح المقابر، وراكي جاموس بقرون، اعلم ان تلك اعمالك، جاموس بقرون اعمالك، اعمالك هتنطحك يوم القيامه، صلواتك اللي انت تركتها يا هبه، الكلام اللي انت بتتكلميه في حقوق الناس، الغيبه، النميمه، الكلام ده كله يا هبه هي دي اعمالك اللي بتجري وراكي، وكلنا منساقين الى لقاء الله عز وجل. كلنا منساقون الى الله عز وجل، رايحين النهارده او بكره، موت الفجأة يا اخوانا على الابواب. ايوه ليه؟ ويحذركم الله نفسه، والى الله تصير الامور. ويحذركم الله نفسه، كورونا جايه بجندي من جنود الله بتحصد الارواح، يخافه الكبير والصغير. خلي بالكم. استاذ علي السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ علي؟ يا شيخنا الله يحفظك. الله يخليك يا شيخنا. كان معي بس سؤالين ثلاثة بالنسبة لكثرة التساؤب. أول سؤال يعني بصوت عالي جدا. نعم. والسؤال الثاني بالنسبة للجن، هل يستطيع الجن يعرف حاجة أو إذا كان بعض الصالحين يعرف حاجة تتوقع بعد 10 15 سنة أو 20 سنة؟ نعم. دي حصلت معنا، يعني كان في واحد شخص كان قاعد معنا وقال له المديح بتاعك يوصل الدول الاوروبيه والدول الغربيه، وحصل الكلام ده بعد 10 15 سنه. لا ده مش جن يا استاذ علي. بتاعه وصل الدول، هذا ليس بجن. وجاله عقد بعثة هناك، وبعد كده جاله عقد الدول العربيه. نعم نعم. فهل دي كرامه او هل هي كرامه ولا دي؟ لا هي لا كرامه ولا جن. المراه انت بتقول اذكار الصباح والمساء، ومع ذلك اغلب الناس اللي ما بتصليش ولا بتشرب خمر وبتسب البيانو وكلام زي كده، لا تصيبها لا سحر ولا حسد ولا عين، وهم في معاصي الذنوب، واغلب الناس اللي بتبدا فيها على اذكار الصباح والصلاه ومواظبه على الصلاه بتصاب زي ما قلت بعض الصحابه والرسول يعني. وكذلك كان في مقرأ قران راجل كان شيخ وصاب بالحسد، وهو القرآن برضه ما نفحوش. واحد تاني مثلا كان مداحه بيشرب حشيش وبيشرب، يا استاذ علي ولا يصاب بحسد ولا بعين ولا بسحر، وده بيواظب على الصلاه. واخر سؤال يا شيخنا بالنسبه لحته المراه اللي كانت حامل في الشهر الثامن واختفى العيال، وجو الدكاتره كشفوا عليها تلاقوا ما فيش اي حاجه من الاولاد قالها، هل يستطيع الجن ان يخفي الاولاد في بطن المراه؟ وكانت هي حامل في الشهر في الشهر الثامن يعني. طيب يا استاذ علي، ما تجيبوش الاولاد والدكاتره استغربت لهذا الموضوع. استمعني من التلفزيون بقى اجاوبك على ثلاث اسئله في عجاله. اما بالنسبه للسؤال الاول، التثاؤب يا اخوانا بصوت عالي، اي حد يتثاؤب بصوت عالي ياتي بكوب من الماء وينفث فيه بفاتحه الكتاب سبع مرات، وبيقول هو الله احد والمعوذتين سبع مرات، ويشرب ثلاثا على السنه وهو جالس، ويأخذ ويمسح بفضل الله، وآخر شوية مية كده يمضمض ليهم ويبلعهم، يمضمض الفم ويبلعهم، إن شاء الله إلا اختفى هذا الأمر. ده بالنسبة للتساؤب الشديد.
خلاص. اما بالنسبه لانسان قال واحد انت بعد 15 سنه هتسافر بره، هذه ليست بكرامه ولكن هي بصيره. سيدنا عمر كان بيقول للنبي على الايه اللي هتنزل دي بصيره من الله عز وجل بتقع على قلب الانسان. واحد يقول لك ايه والله انا قلبي حاسس بكذا فيقع، هذه بصيره من الله عز وجل تقع على البر والفاجر. مفيش حاجه اسمها الايه الكرامه، الكرامات لآل البيت وللانبياء، هذه الامور انتهت مع هؤلاء. اما الموجود دلوقتي مش كرامه يا اخواننا، هذه بصيره من الله، على بصيره من الله ربنا بيبصره بشيء للشخص ده فبتقع على لسانه وبيصاب عليه الحق، ليس لا علاقه بالجنيه تماما. لان جم جماعه للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواته عائشه، قالوا يا رسول الله ان رجل يتكلم بالكلمه فتقع بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، دي مش كرام والله كلام النبي حديث عائشه. يا رسول الله ده بيقول لنا على حاجه بتحصل بعد كده، ليسوا بشيء انما هي الكلمه من الجنيه قروه في اذن وليه قرة دجاجه، فتكون معها كلمه من ايه من الكذب من الصدق ومعها 100 كذبه، فان شاء الله هي مش ايه مش كرامات ولكن بصيره من الله عز وجل. ونجاوب على السؤال الثالث بعد ام ياسين ولا مين. السلام عليكم. السلام عليكم. مش سامع هنا اللي جوه؟ الو ايوه يا سيدي. السلام عليكم، اتفضلي. وعليكم السلام، ممكن اقول لحضرتك شويه احلام كده؟ لا رؤيا انت لو حاجه خاصه بالعلاج بالقران بالفتوى قولي. الاحلام ان شاء الله في برنامج خاص بالاحلام ان شاء الله بالرؤى. عشان هو خاص بكده برضه. طب اتفضلي لو حاجه خاصه بمرض روحاني تكلمي. السحر والحاجات دي. اتفضلي اتفضلي. انا شفت لحد دلوقتي 8-9 احلام بحكايه السحر دي. لا ربنا يكرمك اختصر عشان ده انت كده على ذلك حلقتين. ماشي. ماشي. انا شفت كذا مره، الاول واحده ميته جت قالت لي ان في حد عمل لنا سحر. نعم. الكلام ده من سنه، رجعت شفت تاني اليومين دول ان واحده برضه ميته من البلد بتيجي تقول بتيجي زي عايزه تاذيني كده، وجت لي تاني يوم جت اعطتني ورقه فيها سحر ومكتوب في الورقه دي بفتحها مكتوب فيها سحر التفريق، واحنا حالتنا يعني الحمد لله يعني. نسال الله لكم العفو، نسال الله لكم العفو. الله يخليك. نعم. فعايزه افهم الاحلام دي عماله تتكرر معايا لحد النهارده. ما انا قلت لحضرتك اذا تكررت الرؤيا اكثر من مره بامر واحد فاعلم انه حق. إذا تكرر هو 9 مرات بالشكل ده يا شيخ بفضل الله يبقى أنت مسحورة أنت وزوجك بمسمى السحر اللي جالك في الرؤية، لأن الرؤية حق منزل من عند الله عز وجل. في سحر تفريق وربما يكون في المقابر لأن اللي جاي لك أموات. ما أنا شفت المقابر فعلا، أنا شفت المقابر في الحلم. يبقى حضرتك تتبع الرؤية الشرعية أنت وبيتك وزوجك إن شاء الله حتى تبرأوا تماما. تمام. شغل سورة البقرة في البيت، اقرأ فاتحة الكتاب 7 مرات على الماء ورش البيت 40 يوم، استعيني بالله تبارك وتعالى، حافظي انت وزوجك على الصلاه، اذكار الصباح والمساء، 7 تمرات عجوة على ريق النوم، والله كلام النبي. كلام النبي. وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقيموا يا اخوانا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، البيت هيبقى كله ملائكة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، البيت هتميل شياطين. فأنتوا النهارده بعيدين عن ربنا وتقول أنا عايز أتعالج. أبص على واحدة داخلة عندي لابسة لبس لا يرضي الله ورسوله سبحان الملك وسابة شعرة تقول لي يا عم الشيخ عايز أتعالج، شيخ مين أنت خليتي فيها مشيخة؟ لبس إيه؟ ده والله العظيم ولا اللي جاية من ما ينفعش الكلام ده. السلام عليكم أبو الرحمن. عليك السلام ورحمة الله. إزيك يا أبو الرحمن؟ أهلا وسهلا. تفضلي. ألو. اتفضلي يا أبو الرحمن، أنت خلاص دخلت على الهواء قولي. ايوه ايوه عايز تفسير حلم لو سمحت. اتفضل يا ام عبد الرحمن. انا حلمت اني عندي بيت واسع ومشطنة. تمام. بس حلمت امبارح ان البيت واسع كبير جدا ومشطنة وحلو خالص يعني، فعايز تفسير لو سمحت. طيب انت عامله ايه في الصلاه يا ام عبد الرحمن؟ لا كويس الحمد لله. واهل بيتك وزوجك؟ نعم. زوجك؟ برضه كويس. طيب ان شاء الله الدار سعة الدار تدل على سعة الرزق. سعة الرزق وصلاح الزوجة. سيدنا ابراهيم لما دخل البيت عند ابن اسماعيل وجد زوجة كانت غضوب وكانت تتألى على الله عز وجل، مفيش عندنا رزق، فقال اذا جاء اسماعيل فقول له ان اباك يقول لك غير عتبة دارك، غيرها اللي هي زوجة. فسعة الدار بركة الرزق وصلاح الزوجة إن شاء الله عز وجل. طيب إحنا زي ما قلت لكم يا إخوانا إن شاء الله
يعني حلقتنا قائمة ما بين القرب إلى الله وعلاج السحر والمس والعين والحسد. في معلومة أنا عايز أوصلها ليكم، واحد بيقول لي يعني إيه الفرق بين الحسد والعين؟ مش ده حسد وده حسد؟ أقول له لا، الحسد طب ناخد سناء وبعدين نتكلم، خليكم معايا في المعلومة دي هتفكوا جدا. السلام عليكم يا أستاذة سناء. ازيك يا شيخ سيد؟ ازيك يا أستاذة سناء؟ الحمد لله والله. الله يحفظك. والله يا شيخ احنا بص، احنا مشكلتي بقى ان انا متزوجة لي يعني زي 15 سنة. نعم. وجبت بعد زمن سنة عن طريق حقن مجاري. نعم. وفجئنا في الفترة دي كلها ايه، ان كان زوجي في الجامعة وكده وسمع اذان وكده، ففجأة جسمه كلته بيتشال وانحبس في الجامع وما عادش متحكم في نفسه. فالجماعة اصحابه خدوا راح للشيخ، فطبعا لقوا عليه جن والشيخ ده مسيحي، وده السبب، قال ده سبب في ان هو منع الخلفة الفترة دي الحالة. نعم. فتعالجنا فترة وخدنا يعني زيت زيتون الشيخ ومية مقرأة على قرآن وكده. حصل حمل بعدها؟ ده عن طريق عملية حقن مجهري. برضه حقن مجهري تاني؟ لا، ده المرة الأولى. لا، المرة الثانية بعد ما تعالجتي، ما تعالج الزوج، حصل حمل؟ لا لا لا، ما حصلش تخريج بقى، الشيخ ما عملش تخريج، ما عملش حجام على الرحم والمبيض، ما عملش حجام على الزوج؟ ما فيش حجام، بس هو يا شيخ احنا قعدنا 6 سنين بعد الموال الحقن دوت، وجينا تاني الأيام دي بنروحه، هو نفس الموال، كل ما يقرأ عليه يعني بص بقى يمسك بطنه، زوجي انا يمسك بطنه جامد كده ويهبد في رجليه ورجليه تشدد. يا استاذه سناء، يا استاذه سناء، لابد من رقي التخريج يا اخوانا. ما فيش حاجه اسمها قراءه، القراءه بتحضر الجن. النبي لم يستقرئ جنيا قط، النبي لم يقرا رقيه مطوله على مريض الجن ابدا. اخرج عدو الله، اخسر عدو اخطاء، واستخرج النبي اخلاق السحر بالحجامه. هو يا شيخ كل ما يقرا عليه يقول خلاص هو ان شاء الله خلاص خرج، ما فيش حاجه اسمها خلاص، لابد من تخريج عن طريق الحجامه واستخدام ماء الورص، نعت رسول الله ورصه. بعد اذنك هنسال على حاجه كده. هو الشيخ بعد ما عمل كام جلسه فجاه قال لي احنا انا اكتشفت حاجه. ايه هي يا شيخ؟ قال لي ان الموضوع يخصك انت اكتر. يعني هو ما اكتشفش أستاذة سناء، ما اكتشفش من الأول، اكتشف بعد 3 جلسات الموضوع يخصك ازاي يعني؟ ده حوالي 5 جلسات. يعني ينفع الكلام ده؟ ما فيش حاجة اسمها اكتشف، وبينقب عن بترول، ما اكتشفوش عن بترول. يا شيخ بص، أول ما قرأ عليا أنا بصيت أنا عياط جامد، ورجلي من تحت اتمسكت، يعني زي ما يكون كل كي عبطنا. يا أستاذة سناء، سحر تعطيل الحمل، إذا كان في تعطيل الحمل لا يستخرج بالقراءة، يستخرج بماء الورص وعسل نحل مكروع عليه الرقى الشرعيه والحجامه. حضرتك بتعمل حجامه على الرحم والمبيض؟ انا عامله حجامه يا شيخ، انا عامله حجامه. الكل لازم نبدا اولا ببرنامج من السنه بماء الورص. انت لم تستخدمي ماء الورص، نعت رسول الله ورصا. علاج نعمل ايه يا شيخ؟ يعني فهمني نعمل ازاي ماء الورد دوت. ان شاء الله حضرتك على التليفونات اللي موجوده على الشاشه اتصلي، وان شاء الله نقول لك تعملي ايه باذن المولى. مش ان شاء الله عز وجل. فاحنا عايزين يعني ايه، يعني دائما ابدا بنتكلم، ما فيش حاجه اسمها شيخ يقول انا اكتشفت بعد 5 جلسات ان الموضوع عند الزوجه مش عند الزوج، كلام كله كلام فاضي، طبعا مش صحيح. المفروض ان السبب يعرف من اول قراءه، نعرف ان اذا كان الموضوع موجود عند الزوج او الزوجه او موجود عند كلاهما. دائما ابدا سحر تعطيل الحمل بيبقى موجود عند الزوج والزوجه، لازم الاثنين يتعالجوا مع بعض. خلي بالكم، لازم الاثنين يتعالجوا مع بعض، تعملوا رقيه مع بعض، يغتسلوا بماء الورص مع بعض، في عسل نحل بياخدوه مقروء عليه رقى شرعيه، ما يقراش على مريض السحر، لان ابطال السحر بيكون بحاجات النبي صلى الله عليه وسلم وصفها، ماء الورص وزيت الزيتون والمسك. السلام عليكم استاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمعت شيء اتفضل يا استاذ عبد الله. انا حلمت ان انا لقيت قطعه الماس في ترعه، وبعدين امام الترعه ديت بيت، في اتنين، واحد اسمه هارون واحد اسمه ماروت، الاتنين دول كانوا عايزين ياخدوا مني قطعة الألماس دي. فقلت لهم انتوا اسمكم عامله زي اسماء الشياطين اللي كده، انت مين فيهم، هارون ولا ماروت؟ قال لي انا ماروت. قلت له ده يمشي، رحت ضاربه وقريت الكرسي وخدت الألماسة في جيبه ومشيت. ضربت هاروت يا استاذ عبد الله، بسم الله ما شاء الله، زقيته يعني. طيب بص يا عبد الله، انت في تعطيل في رزقك؟ لا الحمد لله انا تمام، الدنيا ماشيه تمام يعني. تعال. صلاتك عامله ايه وعبادتك؟ الحمد لله. طيب يعني الترعه دائما، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث أم العلاء إن رأيت لعثمان بن أبي العاص نهرا يجري، نهر يعني إيه مجرى بتجري كده من الماء، فقال ذاك عمل الصالح يجري له. والألماس أو الألماس أو الذهب أو الفضة ذاك بريق العمل، بريق العمل. وأما هاروت وماروت فتنة، يعني أنت الحمد لله بترد الفتن، يعني وما يعلماني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة هاروت وماروت، فاللي يزق الفتن أنت الحمد لله بتيجي عند الفتنة وبتدفعها أمامك، فذاك توفيق الله إليه. أما المجرة أو الترعة جاء حديث فيها عن أم العلاء لما مات عثمان بن مزعون في بيتها وكان من المهاجرين وأم العلاء من الأنصار، فقالت يا رسول الله إن الله أكرمه. قال ما الذي أدراك أن الله أكرمه؟ قالت يا رسول الله إن رأيت له عينا تجري، عين من المية. قال ذاك عمله الصالح يجري له، فذاك عملك إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يثبتك عليه. واجهت الفتن، أنت فتن كتيرة وبتدفع الفتن وربنا بيوفقك. الأخت نورة السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذة نورة؟ الحمد لله. ممكن بس اقول لحضرتك حاجة؟ تفضلي. انا على طول يعني بحلم ان في كلاب بتكلمني. انت سنك كام سنة يا نورة؟ 20. متزوجة؟ لا. طيب في تعطيل في هذا الامر؟ معرفش. لا في تعطيل يعني حد تقدم لك ومشي، انت كنت مرتاحة لحد ورفض، الكلام ده حصل؟ برفض الأسباب شخصية كده يعني. ما علينا من أسباب شخصية، لكن أنت دلوقتي طالما أن هناك كلب بيكلمك أو رؤية بالكلب يتكلم، فالإمام ابن تيمية وابن القيم قال ذاك شيطان الجن، وشيطان الجن يعني مس عشق جن. من علاماته على الجسد بقع زرقاء، خرابيش، شعر بيسقط بطوله، تعب في أسفل الظهر، نوم كتير، اكتئاب، عزلة، الكلام ده من علامات عشق الجن. فذاك شيطان الجن كما قال ابن تيمية وابن القيم. علاج؟ نعم. طيب يا نورة، شيطان الجن يا نورة ده علاجه انك انت الاول تصلي وتقرب ربنا سبحانه وتعالى. الاسباب الشخصية ممكن تكون من وجهة نظرك، ولكن هناك شيطان بيسبب الاسباب الشخصية، يعني ممكن الشخصية تكون معتدلة بره وتيجي قدامك تتميل وتبقى ايه، تقول لا ده شخصية تافهة، او مثلا تكون الشخصية مثلا متكلمة وتيجي قدامك تتهته سليم، فهتقولي اسباب شخصية ربما يطرأ على الشخص هذه الاسباب وهو موجود قدامك. الجن يحدث كل حاجة. الجن الاستاذ عبد الله بيقول لك انا واحده حامل والجن اخفى الجنين، يحصل يحصل الجن بيخفي على الجهاز اي شيء موجود داخل رحم المراه، او يظهر اشياء مش موجوده، يظهر اشياء مش موجوده، فالكلام ده موجود ان شاء الله. اخت حنان السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك اخت حنان، اتفضلي. بص يا شيخ، انا حلمت خير الله ما جعله خير، ان انا في حجري بتاع 5 حمامات بيض، وفيهم واحدة لونها أزرق وبس لونها جميل خالص. نعم. وفي واحدة صغيرة خالص بس من غير ريش كده ومشي على الأرض. نعم. بس اللي في حجري اللي هم البيض واللي هي الزرقة الحلوة دي. نعم. فمش عارفة خير الله ما جعله. كم حمامة قلت لي؟ كم حمامة؟ بتاع 5 كده والزرقة، أو 4 والزرقة. اللي في حجري كم؟ اللي في حجري تقريبا 5 بالزرقة. مزرقة. طيب انت عندك انت عندك كم من الابناء؟ انا عندي مخلفه 5 بنات، واحده ماتت ومعايا 4 وحاليا حامل. طيب الله المستعان. الزرقاء اللي ماتت ربنا يجعلها في ميزان حسناتك يوم القيامه، والاربعه اللي في حجرك 4 بناتك اللي موجودين، وان شاء الله ان شاء الله. بصي يا شيخ، يا نعم. شيخ نعم. بصي ده هي كانت واحده بيضه ماشيه على الارض. نعم. اللي واحده بيضه بس من غير ريش كده صغيره خالص. انا لسه جاي لك اهوت، انا لسه جاي لك اهو. الحمام هو مولود بيبقى ليه ريش؟ لا. طيب يبقى انت ان شاء الله حامل ان شاء الله في مولود، ان شاء الله ربما يكون ذكرا او انثى على حسب ما ربنا يقدر لك، لكن ان شاء الله نسال الله ان يرزقك بالولد الصالح. قولي امين. امين يا رب. بس كده. فانت عندك 4 ربنا يكرمك بهم ان شاء الله، هتزحم النبي على باب الجنه. هتزحم النبي على باب الجنه. من ابتلي من البنات في شيء، حديث النبي، من ابتلي يعني رزق من البنات في شيء فأحسنت إليهن كنت أنا وهي على باب الجنة كهاتين. والله كلام النبي. هتزحم النبي وانت لازقه في كتفه، اوعى تزعلي، حتى لو اللي منتوف ريشه دي جت بنت ان شاء الله تطلعي لها ريش وتقولوا انتوا الاثنين مع بعض. سهل. السلام عليكم يا استاذه منى. السلام عليكم. ازيك يا استاذه منى؟ عليكم السلام وبركاته. انا عم الشيخ عندي وسواس بقالي حوالي سنه.
بخلي عيشي. وسواس بايه يا منى؟ وسواس بالطهاره ولا بالموت ولا بالمرض؟ بالطهاره وبالقرف وقر الشقه. بتعيد الوضوء كذا مره؟ لا. طيب كويس. اذا ده هو جالي قبل كده بس وانا كنت عيله بعيد الوضوء على طول. ما انا جاي لك اهو. ده شيطان الحمام. جن الحمام دائما النبي سماه الخبيث، وانت داخله بتقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ده على فكره يعني يخليك دائما تشك في الماء، في ان في قرف، في ريحه، في ريحه زفره، في ريحه مش كويسه، هتقعدي تغسلي المكان اكثر من مره. فان شاء الله ده علاجه ان شاء المولى ماء الورث تغتسلي به، ولازم تعمل حاجه اسمها وخز. انا لسه هقول لحضرتك يا شيخ. اتفضلي. انا حصل لي الموضوع دوت من ساعه ما في واحده جارتنا جت سكنت بقى لها سنه، متهيألي ان هي حسد عشان قرع شقتي من ساعتها، والشقه حاسه شقتي اصلا واسعه فدقت عليا انا وعيالي، بتخش لي حشرات فيها وانا بقرف منها وخايفه اخش، باجي من بره خايفه اخش شقتي اصلا. اختي الجميله، انت عندك مرض في جسمك متمرضه؟ وعندي شيخ في حاجه ثانيه. بسأل سؤال بس تردي لي عليه، انت بتشكي بداء في بطنك؟ نعم. بتشكي بداء في نفسك؟ يعني عندك مرض تتعالجي من مرض؟ لا انا بتعالج من الخلفه بقالي 6 سنين. لا الخلفه. طيب يبقى ده مش عين يا ست الكل. لسه كنت بقول للناس دلوقتي، وانتبهي معايا. انا عندي 2 الحمد لله. انتبهي معايا على التليفون، على التلفزيون، واسمعوا المعلومه عشان ايه وقت الحلقه اقترب ان ينتهي. معلومه ازاي اعرف ان ده حسد ولا عين ولا مس؟ وفي فرق بين الحسد والعين؟ الحسد يعني زوال النعمة، يعني حسدك حد في مالك هتفتقر، حسدك حد في ابنك ربما يجيله يفتكره ربنا، حسدك حد في قطعة أرض ربما تتباع بأبخس الأثمان أو تتاخد منك. طيب العين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحسد بيزول من نعمة، لكن ملوش دعوة بالجسم. هو بس يا نهار أبيض ده عنده حتة بيت، البيت اتكل على الله. يا نهار أبيض ده عنده حتة عربية، اتكلت على الله. يا نهار ابيض ده معاه فلوس كتيرة مش عارف يجيبها منين، اتكلت على الله. العين لا. يقول النبي اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، يبقى العين بتموت على طول. والله كلام النبي، العين تدخل صاحبها القبر والجمل القدر. الجمل يخش القدر؟ ايوه بالعين. لان الجمل القدر زي القبر، الجمل يخش يبقى مات. صاحب العين بيموت، مش اللي بيعين اللي هو عنده داء المرض العين، لا، المعيون اللي تلقى العين. غير كده ده مس، يعطل بقى انجاب، يعطل حياه، يطلق زوجه، يسبب امراض، ده كله مس او سحر. خلي بالنا، الحسد يذهب النعمه، العين تدخل القبر. طب انا بقى مش عايز النعمه تزور ولا الواحد، عليك بالايه؟ باذكار الصباح والمساء والاستغفار، وقربوا ربنا واستغفروا وتوضوا كتير، لان الوضوء يطفئ ها وغلت العين. الوضوء، العين جمره من النار طفؤها الماء، الشيطان من النار طفؤه. والله العظيم وضوء النبي كورونا، الوضوء والله العظيم نداء بقوله اهو. النبي بيقول ايه؟ ارايتم لو ان بباب احدكم خمس نهرا يتوضا منه 5 مرات في اليوم، ارايتم ان كان، لو كان بباب احدكم نهر يتوضا منه 5 مرات في اليوم وليله، ايبقى من ضرنه شيء؟ تعرفين يعني ايه الضرن؟ ضرن مرض يصيب الرئتين بالفشل التنفسي. فالنبي قال لو اتوضيت هيبقى من الضرن في التنفس ده شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس. ياللي خايفين من كورونا عليكم بالوضوء والمضمضه والاستنشاق، وعلماء الغرب واطباء الغرب قالوا كده، ودي اللي بختم بيه. تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو اكتشف دواء كورونا والعالم لسه بيدور عليه. اكثروا من الوضوء والمضمضه والاستنشاق، والصلاه على الحبيب محمد، والصلاه بين يدي الله، والدعاء في السجود. ربنا يرفع عنكم البلاء ان شاء الله. اشوفكم يوم السبت القادم في تمام الساعه الثامنه. الى ان القاكم، اترككم في رعايه الله ومنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.